السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. أقول خاطرا حي كشتر خاطر دول. تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بايما محمد صلى الله عليه وسلم خاطر دول. هو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. عبد الله كان تويز. ابن عبد المطلب. عبد المطلب. ابن هاشم. سند هاشم خلا وهاشم من قريش هاشم قريش تينه وقريش من العرب قريش عرب عرب أخو عرب أخو العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرب يا إسماعيل تينه إبراهيم كانت نعم يعني هو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم بحل حلو وانتم دايش حش بيمر محمد صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة حق دنيا انشوها شي سيطري شدنا ويغنعوني منها 40 قبل النبوة تارغ سورك سورك شرحة شيء إلش بيمر الدوس اللي خلاهوني 23 نبيا ورسولا تاق بيمر إلش أولش 23 شرع ويغنعوني أرسل إلى الثقلين الجن والإنس شين قومك وإتنوعوني أدم شقة وإتنوع جن شقة لا يمكن لأحد أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام تحنين بقويات عمبوت شريعة أروال دوزنغ أروال يدعو إلى توحيد الله بايمر إذا توحيدك خويق شخلوني ويحذر من الشرك شركة غناخلر بيشخلوني ولد بمكة مهكع بنا أوعوني وهاجر إلى المدينة مدينة هجرة دنا أوعوني وتوفي عليه الصلاة والسلام ومات بالمدينة إشت مدينة يعد عقل غنا أوعوني صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر يموت إشت هون إلش إذا أدم شتنا ليش أوعوني بو أدم شتنا هم تنا تنسى دوش دوهم بو ترك هذه الأمة على دين واضح نعم شي أمته أستنا دويش دول قيت قيت دول دين تعبتنا ونصو أسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة الله يقدر يغوي ويتسنسان يتحان فردوس يلسمنا غوش دور دولش